خليني اقول لكم خبر سريع كده وخاص بالمنتخب الاولمبي، المنتخب المصري الاولمبي اللي كسب منذ لحظات انتهت مباراته امام المنتخب التونسي وفاز بنتيجه 4-1. احرز الاهداف هدفين مصطفى محمد وهدف كريم العراقي وهدف ناصر منسي بعد ما كان المنتخب متاخر بهدف نظيف. ده كان اكيد ده خبر مهم، احنا زي ما احنا عارفين المنتخب الاولمبي بيستعد للامم الافريقيه اللي هتقام في مصر ان شاء الله في شهر 11 القادم، يعني بعد سنه من دلوقتي، واللي من خلالها ان شاء الله بيتاهل اول ثلاث منتخبات للاولمبياد اكيد، وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا كلنا كمصريين.